من بعد ما شفنا كيف الأستاذ بيبعت هومورك، هلأ بدنا نشوف كيف الأستاذ بيصلح الهومورك. أول شي رح نفوت على الآيكون اللي هي أجندة، أول وحدة. بعدين رح أكبس على تاني خيار يلي هو أجندة. هون بيفتح قدام الأستاذ الأيام يلي هو حاطط فيهن هومورك، بيختار اليوم يلي بده يصلح فيه، بنقي الهومورك اللي هو حاطه، رح اكبس عليه. فتح عندي انه في تلميذ واحد باعت هومورك للاستاذ. هلا انا بدي شوف التلميذ شو باعت، بدي اكبس على هيدي الايكون يلي هون. هيدي هي ايكون عن حل التلميذ يلي هو صوره، لانه التلميذ هو رح يصور الفرد ويبعت لي صوره، فإذا هيدي هي الآيكون اللي بتدل أنه في صورة واحدة. رح أكبس عليها لتفتح. فتحت. فإذا أنا هلأ شفت فرد التلميذ، شفت شو هو بعتلي. هلأ بدي رد عليه، بكبس على حيالله مكان بالهومورك اللي قاله، يعني فيني أكبس على اسمه، فيني أكبس على محل رمادة، بس ما بكبس طبعا على الآيكون اللي كبست عليها قبل شوي، لأنه أنا ما بدي أفتح الفرد. هلأ بدي رد عليه، بدي أحط له علامة أو بدي أحط له كومنت. فإذا حيكبس بأي محل هون، لاحظوا فتح الريت. الريت هي العلامة، والكومنت هي أي ملاحظة أنا حابة أحطها. فيني أختار واحدة منهم، ما ضروري عبيون اثنيناتهم. هلأ أنا رح حط الريت مثلا 14 والكومنت جود ورك. أنا فيني أقول له مثلا رجع عيد الفرد، مش هيدا هو المطلوب، اي شيء بدي اياه. بعمل ابديت. لاحظوا انه بينت العلامه هون وبين هون تيتشر. بتلاحظوا في تيتشر وستودنت. الستودنت كلمه الدن هي الكلمه يلي هو بعت لي اياها، لانه التلميذ اذا انا كنت سمحت له يرد علي هو كمان بيقدر ساعتها يبعت لي كومنت. فهون انا التلميذ بعت لي كومنت يلي هي الدن، وبعت لي كان صورة، وأنا رديت عليه بعلامة وكمان بكومنت.